من موسم الرياض وتحديدا في واجهة الرياض. أنا عبد العزيز السميلي متواجد الآن في أكبر مهرجان للألعاب والرياضات الإلكترونية إنسومنيا السعودية. اللي ما يعرف معنى كلمة إنسومنيا اللي جالسين تشوفونها في كل مكان هي المنظومة الحديثة لاختبار الواقع الافتراضي، وكان أول نسخة منها صدرت في بريطانيا عام 1999 واليوم موجودة هنا في موسم الرياض. يا جماعة الخير الموسم شيء خرافي، يعني كثر الفعاليات اللي فيه في مدة شهرين ما تقدر تلحق تروح هنا ولا هنا. يعني أنا في خلال أسبوعين الماضية حاضر الكلاسيكو والآن في إنسومنيا السعودية، ويوم الأحد بروح اعتزال ياسر قحطاني، والفعاليات ما توقف. كل الشكر لمعالم استشارة تركان الشيخ وموسم الرياض على الأشياء الخرافية اللي قاعدة تصير هنا. الإقبال الكبير اللي شاهدناه على الفعاليات التابعة لموسم الرياض والمعنية بالجيمرز هو نتيجة طبيعية لوجود شريحة كبيرة من اللاعبين عندنا في المملكة. اليوم السعودية تحتل المركز الأول في الشرق الأوسط وفي أفريقيا بعدد اللاعبين، لدينا قرابة 5 مليون لاعب، وعائدات في العام الماضي فقط من قطاع الألعاب الإلكترونية بلغ قرابة 3 مليار ريال. يعني هذا يكشف أن الاستثمار في مجال الألعاب بدأ يأخذ أوجه أخرى، الموضوع لم يعد ترفيه فقط، لدينا شريحة يجب أن نهتم بها وأن نستثمر بها. الحمد لله إحنا اليوم نسير على الطريق الصحيح، صار لدينا اتحاد رسمي معني برياضات إلكترونية، صار عندنا مثل هذه الفعاليات الخاصة باللاعبين. أيضا مؤخرا وقعت وزارة الاتصالات تقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع هيئة الترفيه تهدف إلى صناعة كوادر وطنية وتوطين الألعاب وغيرها. الجميل واللافت في مجال الألعاب الإلكترونية أن اليوم ما في بلد حول العالم تتصدر هذا المجال، يعني كرة القدم مثلا نستطيع أن نقول البرازيل، كرة السلة ممكن نقول أمريكا، لكن في مجال الألعاب الإلكترونية ما في بلد يتصدر هذا المجال. وبالتالي بإمكان السعودية اليوم في ظل وجود أبطال حقيقيين وصلوا إلى العالمية وحققوا ألقاب عالمية مثل عبد العزيز الشهري ومساعد الدوسري أن تتصدر هذا المجال في ظل وجود هذا الدعم. شعور جدا جميل صراحة، وشيء جدا جميل إنه نشوف الجمهور لايف، وشيء جدا جميل إنه نشوف إنسومنيا لأول مرة في السعودية، وخاصة أخيرا شفنا البنات بشكل أكبر من دايم. شكر كبير لمعالي آل الشيخ على اللي قاعد يسويه طبعا من تغيرات في السعودية، وخاصة في موسم الرياض، وما كنا نتوقع صراحة إنه في يوم من الأيام راح يكون في مهرجان كبير زي كذا. كان يوم ممتاز، يوم رهيب، يوم خرافي صراحة، ما توقعت العدد الرهيب هذا اللي جاء اليوم وجاب كل حماس، وأنا شايف الناس مستمتع مبسوطة ما شاء الله. تذاكر أمس انباعت بالكامل واليوم كذلك ما شاء الله تبارك الله، يوم بكل اختصار خرافي. هذا راح يعطي فكرة عند الشركات إنه في جمهور كبير للجيمينج عندنا في العالم العربي وبالذات في المملكة العربية السعودية. أنا متأكد ما يخلو يوم أي شاب عندنا هنا في المملكة العربية السعودية إلا أنه يلعب، سواء كان على الجوال، على البلايستيشن أو على البي سي. فهذا راح يعطي زي ما قلت لكم انطباع رهيب عند الشركات أن الاستثمار في السوق العربي والسعودي مربح جداً. المهرجان كان خرافي، كان رهيب للأمانة، وأتمنى من أعماق قلبي أنه يتكرر زي هذا الحدث كل سنة. وهنا يا جماعة الخير وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله أن نالت إعجابكم، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، لا تقصروا معنا بالدعم، اشتركوا في قناتي أنا عزيز، اشتركوا في القناة واعطونا زر اللايك وفعل جرسها وضبطونا وكذا، ونشوفكم إن شاء الله في مهرجانات تانية بإذن الله.